وأشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلوا عن أمري تأويل لم تستطع عليه صبرا. هلا أبو خالد هناك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ تخرب على تجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إنا أن تعد أن تتخذ فيهم حسنا ما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا.